بنجاح كبير جدا بيواصل فيلم السرب تصدره لشباك التذاكر، بتتجاوز ايراداته حتى الان 24 مليون جنيه في ايام عرضه الاولى، ودي يمكن رساله مهمه جدا للجمهور وخصوصا للشباب اللي اكدوا ان الرهان على العمل الجيد اللي معمول بشكل احترافي اللي فيه رساله وطنيه دايما بيكسب، وان اللي عندهم من الوعي والاهتمام بقضايا الوطن واللي يخليهم يقبلوا على عمل زي ده يؤرخ لعمليه عسكريه هامه مش عدد قليل بالمره. خلينا نتعرف اكتر على التفاصيل من الناقد الفني والكاتب الصحفي علي الكشوطي، منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك. اهلا بك، صباح النور. اهلا بحضرتك. هي عمل مهم جدا، بطوله جماعيه، ملحمه عسكريه الحقيقه شفتها، انتاج ضخم طبعا من شركه سينرجي، ويمكن الايرادات حتى الان ايرادات كبيره مش بسيطه. لو حضرتك شايف كل المعطيات اللي عندنا دي، رايك ايه في الفيلم حتى الان؟ والله هو طبعا فيلم زي ما حضرتك ذكرتي فيلم مهم جدا، يعني فكره ان احنا يبقى عندنا عمل ملحمي انساني فيه دراما مبني على قصه حقيقيه بكل هذه الامكانيات، ده شيء جيد وكويس جدا ان احنا عندنا الوعي الكافي ان احنا نقدم بطولات القوات المسلحه وبطولات ولاد مصر يعني في افلام تعيش لفتره طويله، يعني نوثق للاعمال ديت بحيث ان العالم كله يعرف حجم البطوله اللي كانت بتحصل وحجم التضحيات اللي حاصله، خصوصا ان هو ردا على يعني حادثه بشعه جدا العالم كله شافها وشاف قد ايه ان هم في بشاعه حتى في تناول الموضوع. بنشوف دايما الدول بتتفاخر بانتاجاتها يعني ليها تاريخ يعني عسكري، يعني عندك امريكا مثلا وهوليود ليهم عدد كبير جدا من الانتاجات السينمائيه الضخمه العسكريه، كذلك بوليود اللي برضه بتمشي في نفس المسار. تفتكر ان مصر بدات فعلا تاخد خطوات جيده بعد الاختيار وبعد الممر، وخصوصا ان احنا شفنا انتاجات يعني ما كنتش بتقول ان السينما دي سينما مصريه، لو بصيت للشاشه بشكل عام ما تحسش ان ده انتاج مصري. شوف يعني هو السينما الامريكيه غزت العالم كله بفكره الجندي الامريكي وفكره ان هم بيأرخوا للجندي الامريكي على ان هو الشخص الذي لا يقهر وان هو القادر على سحق الاعداء، والحقيقه ان كل البطولات دي بطولات وهميه وموجوده بس فقط على الشاشه على شاشه السينما. صحيح. بس هم قدروا ياثروا في العالم كله بان هم يخلوا كل الناس بتبص للجندي الامريكي ده نظره تقدير ان هو قادر على المستحيل، ورغم ان دي مش حقيقه. مؤخرا احنا بدانا ندرك ان محتاجين الصوره الذهنيه الحقيقيه للجندي المصري او لبطوله القوات المسلحه تبقى موجوده في السينما بحقيقيتها بعيدا عن البطولات الوهميه. احنا عندنا بطولات بنأرخ لحاجات موجوده بالظبط، عندنا بطولات قويه جدا، عندنا بطولات تستحق ان هي يتم توثيقها وتاريخها في شريط سينمائي عظيم يفضل عايش لفتره طويله لاجيالنا وحتى الاجيال القادمه، ان هي تفضل عارفه ان في الوقت ده مصر ردت ازاي وجابت حق اولادها ازاي وثأرت لاولادها ازاي. فمهم جدا ان احنا ادركنا الموضوع ده حتى لو متاخر شويه، ولكن الاعمال اللي اتقدمت في الفتره الاخيره بتنبئ بان هو هيكون في اعمال اكتر واكتر، خصوصا مع نجاح الاعمال اللي اتقدمت. يعني حضرتك ذكرت ان هو فيلم السرب تخطى ال 24 مليون جنيه في 11 يوم، وده رقم كبير جدا مش بيحصل في الاعمال اللي احنا ممكن نسميها اعمال وطنيه. فكون ان المخرج احمد نادر جلال قدر ان هو يخلي الجمهور يحس بوطنيه العمل وبالدراما الانسانيه اللي فيه، وفي نفس الوقت يشعر ان هو فيلم تجاري ويقدر يدخله ويستمتع بيه في سهره مع الاسره او حتى مع اصحابه، ده في حد ذاته نجاح كبير. عندك توب جان مثلا، شوف عاش قد ايه كام سنه واتعمل منه اجزاء ثانيه، عندك اجزاء ملحميه امريكيه زي ما انت قلت مش حقيقي يعني على الارض الواقع، هم هزموا في العراق وفي افغانستان لكن العالم كله بيعتقد ان هم بالظبط. فعشان كده هو طبعا القوه الناعمه دي سلاح مهم جدا احنا لازم نستغله يعني بشكل يعني افضل استغلال، واحنا بدانا في الفتره الاخيره نستغله بشكل جيد ونوصل للعالم كله البطولات المصريه. عشان كده انا دايما كنت بقول ان هو لازم فيلم مثلا زي الممر وفيلم زي السرب يتم ترجمتهم للغات كتير جدا ويتعرض على منصات عالميه بحيث ان العالم كله يشوف الاحداث الحقيقيه اللي كانت حاصله وقد التحديات اللي كانت بتقابل مصر، وبشكل فني وبشكل نقدر نقول ان هو تجاري، بس في نفس الوقت
مش بيخل بقيمة وبضخامة الحدث نفسه. طيب أستاذ علي، زي ما حضرتك اتكلمت في نقطة أنه يمكن السينما الأمريكية على سبيل المثال بتعظم قوي من الجندي الأمريكي وبتصوره على أنه هو بطل خارق، احنا عندنا بالفعل يمكن لو هنبص حتى للدراما الاختيار بأجزائه المختلفة في الممر في السرب، هي مش بس الحقيقة أعمال فنية فقط، بتسرد حتى من وحي المؤلف أو المخرج أو هي قصص حقيقية، ومش بس قصص حقيقية إلى حد ما كمان قدرت أنها تكون بمثابة دراما توثيقية أو أعمال توثيقية بالفعل الأحداث اللي حصلت أو الحوادث اللي حصلت. شايف لأي مدى قدرنا احنا ان كان من خلال المسلسلات او من خلال الافلام قدرنا ان احنا مش بس يكون عمل فني لكن كمان عمل توثيقي لهذه الاحداث؟ احنا نجحنا بشكل كبير جدا حقيقي، سواء في المسلسلات الدراميه اللي احنا قدمناها، سواء كتيبه 101 الاختيار باجزائه المختلفه، او حتى مؤخرا مسلسل مليحه، في ان احنا ننتج منتجات دراميه فنيه او حتى سينمائيه نطلق عليها دراما او سينما الوعي. الفكرة ان احنا دايما كنا بنشوف الاحداث ديت في نشرات الاخبار، بنسمع سقوط ضحايا، استشهاد 10 افراد او غيره، كل واحد في خياله بيرسم الموضوع ده عمل ازاي كارقام. بالظبط، ما بنعرفش ان هو ورا الارقام دي بني ادمين عندهم نجاحات، عندهم اسر، عندهم عائلات، عندهم تضحيات وحياة كاملة. فلما انت بتاخد الجمهور ده وتدخله يعيش بقى في الحياة الكاملة دي وتشوف قد ايه التضحيات اللي بتتقدم وقد ايه ان احنا ولاد مصر بيستشهدوا في سبيل ان هم يعني ينجحوا في الوقوف تجاه التحديات دي، فانت الموضوع بيختلف بشكل كبير. المتلقي نفسه بيحس قد ايه حجم التضحيه، بيحس قد ايه ان احنا الحمد لله عايشين في امن وامان، مش مجرد ارقام بتتقري في نشرات اخبار او بتتقري في الجرايد. طيب استاذ علي، لما نبص لكواليس العمل في اي عمل بيبقى فيه نجم وحواليه بعض الايه الناس المساعدين ليه، في الاعمال الملحميه اللي زي دي بنشوف ان كلهم ابطال. يعني انت عندك آسر ياسين ده يشيل فيلم او مسلسل لوحده، احمد السقا كذلك، شريف منير كذلك، حتى لو بصيت للمواسم الرمضانيه المختلفه او حتى الافلام هتلاقيهم كذلك، تايسون كذلك. ايه اللي يخلي كل دول يجتمعوا في عمل؟ ايه اللي بيجمع العمل الوطني ان هم كلهم ياتوا بهدف يعني زي ما بيقولوا كده انكار الذات والعمل تحت رايه الوطن؟ شوف انا يعني علاقتي بيهم يعني اكدوا لي ان هي الفكره نفسها ان هم بيتعاملوا مع فيلم السرب على ان هو عمل وطني وواجب عليهم ان هم يشاركوا فيه، مش ان هو فيلم سينما ويتعرض عليهم فبيقبلوا او بيرفضوا. كل اللي شاركوا في الفيلم محدش قال بقى ده دوري اكبر من التاني واسمي ما يجيش في الافيش قبل الاول. لا لا بالعكس، يعني هم كلهم منسجمين مع بعض وده واضح جدا على الشاشه، كل اللي يشوف الفيلم هيحس قد ايه في تناغم ما بينهم، وفي نفس الوقت هم بيحسوا ان هو ده واجب وطني لازم يشاركوا فيه وفرصه جيده ان هم يشاركوا فيه، لان انت يعني في عدد الاعمال الوطنيه ما هوش عدد كبير، فبالتالي مش ممكن يتوفر لكل الفنانين ان هم يشاركوا فيه، فدي فرصه كبيره ان هم يشاركوا. بالاضافه لان فكره وجود عدد كبير من النجوم ده اللي محقق الجانب التجاري في العمل، ان الناس تبقى مقبله ان هي تشوفه، ما يشعروش ان هو الفيلم وطني وهيبقى بقى فيه كآبه وحزن، لا انت بتروح تشوف فيلم فيه الجرعه الوطنيه وفيه جرعه الفخر والعزه اللي انت بتشعر فيها بعد ما تتفرج على الفيلم، بان انت يعني جيش وطني حقيقي قادر يحميك ويجيب حقك، وفي نفس الوقت بتستمتع بالعمل الفني كسينما. لان كمان يعني وجود المخرج احمد نادر جلال ووجود المؤلف عمر عبد الحليم وهذه الكوكبه الكبيره من النجوم عاملين توليفه مختلفه، بالاضافه لان الدوله ما بخلتش عليهم ابدا باي نوع من انواع المركبات سواء طائرات او دبابات او مجنزرات او غيره، في ان هم يطلعوا الشكل الحقيقي لحجم العمليه والشكل الحقيقي للصعوبات اللي بتواجهها القوات عشان تقدر تنتصر في تحديها ده. احنا كل المعدات اللي موجوده في الفيلم كلها معدات حقيقيه، والتعامل الفنانين معاها اكيد كان تعامل صعب ومحتاج تدريبات طبعا. ومحتاج مشقه، ويمكن اللي هيشوف الفيلم هيعرف قد ايه الفيلم متصور في ظروف صعبه جدا، ان انت تخش في عرض البحر في المياه الاقليميه عشان تصور مشهد
على سفينه كبيره وفي وسط بقى شمس وحر وهواء حسب الاجواء اللي موجوده، او ان انت تروح في اقصى الصحراء عشان تبدا تبني لوكيشن للاماكن اللي شبه اماكن داعش وغيرها، حاجات صعبه جدا. بالاضافه طبعا لوجود احمد السقا، هو احمد السقا ملعبه هو الاكشن، فهو دي منطقته داخل الفيلم، وبرضه هتلاقيه بيقدم مشاهد خطر كتير ومشاهد فيها صعوبات، زي مثلا مشهد دفنه في الرمل ده استمر حوالي 4 ساعات مدفون تحت الرمل عشان يصور المشهد. لما في نهايه الفيلم لما الطيارات بتعدي من فوقيه فقد السمع حوالي 3 ايام، لان الطائرات صوتها اسرع من الصوت وصوت عالي جدا، فالفيلم متعوب عليه وعشان كده الجمهور حبه لان هو معمول بصدق. فكرة العمل متعوب عليه زي ما حضرتك قلت، جودة المشاهد نفسها خاصة المشاهد الأكشن والحاجات دي احنا كنا بنفتقدها في وقت من الأوقات، ويمكن ده اللي كان عامل لنا شوية فجوة، أو كنا دايما بنتجه لنوعية الأفلام أو الجانرا دي لهوليوود لأي سينما أخرى، لأن احنا كان عندنا كنا بنفتقد جودة المشاهد في الأفلام دي. لكن زي هرجع تاني لكرو الفيلم أو طاقم عمل الفيلم وتحديدا لعمر عبد الحليم، ده أول عمل ليه كمؤلف وخرج بهذا الشكل، يعني بشكل جيد جدا الحقيقة. شايف ان ازاي عمر قدر ينقل المشاهد، ينقل الإحساس حتى للناس اللي في السينما، خاصة ان في مشهد في الآخر، مشهد الفينالي أو مشهد النهاية فجر يعني صلاة السينما من العياط للجمهور. شوفي، هو يعني القضية نفسها قضية حساسة جدا، وفكرة ان هو يستشهد حوالي 21 مصري بهذا الشكل السينمائي وبدم بارد، هي نفسها في حد ذاتها فكرة صعبة وفكرة مؤلمة جدا، وفكرة تحرك مشاعر أي كاتب إن هو يكتب عنها. الفيلم إجمالا كتابته ما هياش فيها لت وعجن كتير، يعني ما فيهاش حوار طويل، مط يعني. هو الحوارات كلها مكثفة وقصيرة ومعبرة عن الوضع، بالإضافة لأن أنت البطل أو المين الرئيسي هو الحدوتة نفسها في أحداثها وفي تفاصيلها، وفكرة فتح تجار الدين وفتح جماعة داعش الإرهابية وتوضيح للعالم كله فكرهم يعني الناتن زي ما بنقول كده، وتعاملهم مع البشر بشكل صعب جدا. فهو كانت الجمل الحوارية مكثفة جدا والسيناريو كان بسيط عشان كده وصل جدا للناس، ومنح فرصة كبيرة ان هو يبقى الحدث هو المين الرئيسي في الفيلم. طب ولو بصينا على اللوكيشنز، اماكن التصوير، ناس كتير بتسال يعني طبعا يعني وجود السواحل الليبيه بالقرب مننا مخلي اننا نتصور في نفس الاجواء شيء مش محدش هيلحظه بالعين المجرده يعني. لكن قول لي اماكن التصوير، يعني على سبيل المثال الحاجات اللي تمت في عرض البحر، الحاجات اللي تمت على السواحل المصريه، المشهد يعني الشهير بتاع داعش وقتل المصريين على بهذه الطريقه حصل فين؟ هم كانوا مصوروا في اكتر من مكان حقيقي، يعني المشاهد اللي فيها بحر في عرض البحر دي خارج في المياه الاقليميه، وفي اماكن في السويس، وفي اماكن في عرض الصحراء. يعني هو ظروف وطقس الفيلم ظروف صعبه جدا واجواءه صعبه، لان هو انت عمل حربي ملحمي، فبالتالي بتختار لوكيشنز مختلفه تكون بعيدة عن العمار أو العمران، وفي نفس الوقت بتدي نفس الإيحاء اللي موجود. فدي كانت ظروف الفيلم وصعوبتها في أن أنت تروح في أماكن بعيدة جدا. يعني يمكن أستاذ أحمد السقا كان موجود معنا في ندوة وكان بيتكلم على صعوبة التصوير المشاهد، فمثلا مشهد لو حضرتك شفت الفيلم هتلاقي فيه مشهد في البداية خالص يعني عبارة كبيرة في وسط المية، فالمشهد ده بقى في المياه الاقليميه، فانت وطبعا هي يعني سفينه مهجوره ما هياش شغاله يعني، فعشان مثلا تدخل الحمام فانت محتاج تطلع من المركب للبر نص ساعه تدخل الحمام وترجع تاني، لو مثلا محتاج تاخد بريك لازم تطلع وترجع تاني. يعني حتى المشهد الواحد ممكن تصور في اكتر من يوم بصعوبه شديده جدا، بس في النهايه انت حسيت باجواء المكان اللي انت مصور فيه، وحسيت بحجم المعاناه اللي الناس بتعانيها في الاماكن دي. بشكل عام فيلم السرب نقلنا فين في الاكشن بشكل عام، ان كان حتى يعني الاكشن او حتى يمكن الاعمال الوطنيه اللي احنا دلوقتي بقينا بالفعل بنعرف ننقلها
للجمهور بشكل ما فيهوش نوع من انواع الضغط او التلقين، بالعكس هي اعمال بالفعل بتوثق احداث حصلت والجيل نفسه عايش العاصره، حاضر هذه الحادثه وبالفعل عاشها وعاش كل المشاعر بتاعتها وبيعرف كل حتى التفاصيل المتعلقه بيها من خلال هذه الاعمال الدراميه، من خلال دمج المشاهد الواقعيه او الاحداث الواقعيه بالدراما وبالسينما. شايف ان احنا دلوقتي وصلنا فين في النقطه دي، نقطه الاكشن ونقطه الاعمال الوطنيه؟ احنا طبعا وصلنا لمرحله كبيره جدا ونقله كبيره، عشان كده انا بشوف ان هو الاعمال بتاعتنا دي محتاجه تتعرض بره، لان هي على نفس مستوى التقنيات والامكانيات اللي تفتخري بيها بره، ما تحسيش ان انت مقدمه عمل ينقصه شيء على مستوى التكنيك وعلى مستوى التصوير. احنا اتنقلنا نقله كبيره جدا في مجال الاكشن في الفتره الاخيره، سواء بنجومنا اللي عندهم المخاطره وعندهم القدره على ان هم يستوعبوا المشاهد دي ويقدموها بشكل جيد ويستعينوا بمدربين ويتدربوا لحد ما يوصلوا المشاهد تبقى متقدمه بتكنيك قوي ومظبوط، بالاضافه لفكره ان احنا دراما الوعي او سينما الوعي احنا تقدمنا فيها بشكل كبير جدا، لان احنا عندنا مخزون كبير وعندنا قضايا وتحديات عشناها والعالم كله عارفها، فبالتالي انت بتقدري تستدعي منها القصص اللي تستاهل ان هو العالم كله يشوفها ويشعر بيها. طبعا في قصص كتير جدا تستحق، ولكن مش كل القصص ممكن تتحول لدراما او سينما، يعني بتحتاج تفاصيل اكتر او اشياء اعمق شويه عشان تقدر تحوليها لمنتج درامي وما يبقاش عمل وثائقي. ففي نقله كبيره حاصله، واعتقد ان ده هيفتح الباب الفتره اللي جايه ان هو يبقى فيه اعمال اكتر واكتر، وده اللي احنا كنا بننادي بيه لفترات طويله، ان احنا عندنا حجم بطولات كتير جدا وعندنا تحديات كتير جدا عشناها لحد ما وصلنا للي احنا فيه طبعًا. حاليا ما وصلنا لهوش بسهوله، هو يعني زي ما احنا بنقول هو عمل بالفعل مكتمل الاركان، ويعني احنا بندعو حضراتكم اللي ما شافش الفيلم حقيقي العمل يستحق ان انتوا تروحوا وتشوفوه. نشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا الناقد الفني والكاتب الصحفي علي الكشوتي، شكرا ليك. شكرا جزيلا لحضرتك.